على الصعيد الاخر نتيجه ولا اروع اكيد كان ممكن يكون بيتمناها ويحلم بيها مدرب فريق شباب بلوزداد ان هو يبدا مشواره في دوري المجموعات بفوز خارج الديار على نادي الزمالك. حتى لو الاداء مش احسن حاجه في المنافسات المحليه بيبقى طبعا بالنسبه لاي منافس في افريقيا لازم يتعمل له الف حساب. فكان ليه بعض التصريحات اللي قالها امبارح بعد انتهاء المباراه وحسمها لفريقه وقال حققنا المطلوب امام نادي الزمالك. اعرب الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري عن سعادته بالفوز على نادي الزمالك بهدف نظيف وقال لم نقدم مباراة مثالية أمام نادي الزمالك لكن حققنا المطلوب وتم حصد الثلاث نقاط بنجاح. وأنا كمان كنت يعني حاطط نتائج الفريق خلال الفترة اللي فاتت في حساباتي وقال كنت عارف خطورة الزمالك وسعي الفوز علشان يكون بيصالح جماهيره وحاولت السيطرة وفريقي كان الأفضل والأخطر في الشوط الثاني من اللقاء. وقال كمان لم نقدم الأداء الهجومي القوي وعملنا ثلاث تعديلات في الشوط الثاني وكنا بنسعى لزيادة الأهداف لأن مباريات دوري أبطال أفريقيا لابد أن تسجل فيها من نصف الفرصة، كما أن فريقي يلعب دائما لتحقيق الفوز سواء داخل ملعبه أو خارجه.